يمسف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الغاء تفعيل التذكير عند حلول الوقت. نعم على تطبيقكم يوتيوب، قم بضغط هنا، بعد أن تقوموا بالضغط هنا على الإعدادات، بعد أن تقوموا بالضغط هنا على الإعدادات العامة، ثم نقوموا بالضغط هنا على تذكير عند حلول وقت النوم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تذكير عند حلول وقت النوم. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.